يا بشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا في فيديو جديد معاكم أحمد خالد. النهاردة جايين نتكلم على تحديث يو واتساب واف ام واتساب. النسختين جميلين جدا والنسختين ما فيهمش أي مشاكل. ضد الحظر، يعني الرقم بتاعك مش هيتحظر لما تشغل النسختين دولت، وتقدر تغيرهم بالشكل اللي انت شايفه دوت. السمات بشكل الايفون بشكل الاي او اس. النسخة جميلة جدا ما فيهاش اي مشاكل خالص. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة، ما تنساش طبعا ما تقدمش الفيديو نهائي، وما تنساش ان انت لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. دوت الشكل بتاع النسخة، دوت الايموجي بتاع النسخة، دوت شكل زر المرفقات. هتلاقي كل الحاجات ديت بشرحها لك في الفيديو بتاع النهاردة. ما تقدمش الفيديو عشان تقدر تستفاد وعلشان تعرف المميزات اللي موجودة في النسخة، لأن النسخة فيها مميزات كتير قوي، زي تغيير الأصوات زي ما أنت ما شايف دلوقتي حالا كده، الستوري زي ما أنت ما شايف دلوقتي حالا كده، طبعا السيم الأبيض والسيم الأسود. تقدر تغير في خلفية الستوري زي ما انت ما شايف قدامك اهو. تقدر تغير كمان في الكتابه، نوع الكتابه على الستوري، تخن الخط او ترفع الخط. تقدر تحط اي حاجه انت عايزها جوه النسخه، تظبط حاجات كتير قوي. النسخه مليانه مميزات زي ما انت ما شايف. الاعدادات بتاعت الخصوصيه، تقدر تعمل ان محدش يشوف الحاله بتاعتك، ناس معينه تشوفها وناس تانيه لا. طبعا دي موجوده في كل المميزات، بس هنا فيها مميزات زياده شويتين. دوت الشكل الابيض بتاع النسخه. عندنا الشكل الاسود والشكل الابيض، وهنشرح الاثنين النهارده. اهم حاجه ما تجريش الفيديو، ما تقدمش الفيديو. النسخه جميله، النسخه 10 على 10. يا رب الفيديو يعجبكم، ويلا بينا ننتقل للشرح. اول حاجه هنبدا بيها هي طريقه التحميل. هبقى سايب لك في الوصف بتاع الفيديو رابطين، رابط لتحميل نسخه يو واتساب، ورابط تاني لتحميل نسخه اف ام واتساب. طبعا الاثنين كل نسخة منهم في نسخة مكان المتجر، بتتثبت مكان المتجر. يعني ايه مكان المتجر؟ يعني مكان النسخة الرسمية اللي موجودة على جوجل بلاي، نسخة يو اهي، والناحية التانية هنا برضو نسخة اف ام. هبقى سايب لك اللينكين دولت، هتخش على اي واحدة منهم اللي انت عايزها. عايز تحمل يو ماشي، عايز تحمل اف ام ماشي، مفيش اي مشاكل. هتبقى واحدة مكان الواتساب الرسمي، الواتساب اللي هو الاصلي، وهتبقى واحدة تانية جنب الواتساب الرسمي بتشتغل جنبه كنسخة تانية، تقدر تشغل عليها رقم تاني، يعني ممكن تشغل رقمين. هنا روابط التحميل اهيت، حتى انت هتفهم من الحته دي. بيقول لك لتحميل يو واتساب اخر اصدار، وهنا بيقول لك واحد واتساب واحد يعمل بدلا من الواتساب الرسمي، عفوا يعمل بدلا من الواتساب الرسمي. اضغط هنا للتحميل تحتها على طول، وهنا اتنين واتساب يعمل جانبا جنبا الى جنب مع واتساب الرسمي، يعني يشتغل جنب الواتساب الرسمي. خلينا ندوس على اضغط هنا للتحميل، هيدخلنا على صفحه تحويليه مدتها 30 ثانيه. هتنزل كده لتحت، هتلاقي هنا اهي صفحة تحويلية مدتها 30 ثانية. كل اللي انت هتعمله ان انت هتستنى 30 ثانية دول. بعد ما العدد دوت بيخلص، كلمة جاري تهيئة الرابط اللي موجودة تحت ديت بتتحول لكلمة الرابط جاهز. بتدوس عليها بالشكل ده، على كلمة الرابط جاهز، بيدخلك على لينك التحميل ميديا فاير مباشر على طول زي ما انت ما شايف اهو. بتحمله وبتدوس على الكلمة الزرقاء دي وتحمله، وبعد ما بيتحمل معاك بيبقى بالشكل اللي فوق ده اللي انت شايفه هنا ده. بتدوس عليه بالشكل ده، بيبدأ ان هو يدخلك على مرحلة التثبيت زي ما انت ما شايف كده. بيقول لك اهو يو واتساب، خليني ندوس ثبت. قال طريقه تثبيت هذا التطبيق. النسخه امنه جدا ما فيهاش اي مشاكل، والنسخه ضد الحظر، يعني برضو رقمك مش هيتحظر. بس احسن لك خلي الرقم بتاعك الاساسي يبقى النسخه رقم واحد، بلاش النسخه رقم اتنين تبقى الرقم الاساسي. هي مش هتحظر الرقم برضو، بس يعني الافضل هي النسخه طبعا رقم واحد، لان هي النسخه البديله للواتساب المتجر. يعني انت محملها كانك محمل واتساب المتجر بالظبط. حتى لما بتيجي تخش على الواتساب بتاع المتجر علشان تحمله، بتلاقي بيقول لك فتح، ما بيقولكش تثبيت، معنى ان هو بيقول لك فتح ويفتح لك النسخه دي، يبقى انت كانك فاتح واتساب المتجر بالظبط، ما فيش اي اختلاف خالص ما بين الاثنين. فانت يفضل ان انت تحمل النسخه اللي هي واحد مكان الواتساب الرسمي، بتبقى افضل. يعني هندوس فتح بالشكل اللي انت شايفه ده كده. النسخه اتثبتت معانا ما فيهاش اي مشاكل خالص زي ما انت شايف. مش عارف ليه معلقه معايا كلمه ما فيهاش اي مشاكل خالص دي، مش عارف. بس المهم يعني هندي لها الصلاحيات بتاعتها اهو. ندوس سماح، بعد كده هندوس الموافقه. يقول لك اكتب رقم التليفون، هنكتب الرقم بتاعنا بالشكل ده. هندوس التالي، بعد كده هندوس تم، هندوس متابعه، سماح عادي. الباب كان بيخبط مفيش اي مشاكل. المهم وصل لي الكود اهو، والنسخه دخلت معانا. هندوس برضو متابعه، السماح. طبعا هنا هو لو في نسخ احتياطي او نسخه احتياطيه للمحادثات بتاعتك، انت هتدوس استعاده وترجع الرسائل بتاعتك تاني من الاول وجديد. بس انا مش عايز النسخ الاحتياطي او النسخه الاحتياطيه، عشان ما افضلش اعمل برور بقى على المحادثات، علشان ايه
نبقى يعني عارفين نتعامل مع بعض كده من غير بالفيديوهات على طول. كده النسخه بتثبت معانا، النسخه اتثبتت معانا خلاص مفيش اي حاجه، فتحنا النسخه وحطينا الرقم كمان والرقم فتح معانا من غير اي مشاكل. ازاي بقى نخلي الشكل بتاع النسخه احلى، او نخلي الشكل بتاع النسخه زي ما انت ما شفت كده في اول الفيديو شكل مظبوط شكل رايق بمعنى اصح؟ هعرفك. فكره اصلا واتساب الايفون ان انت تخلي الواتساب بتاعك شكل الايفون هي مش فكره النسخه الى حد ما، يعني مش فكره النسخه الى حد ما، بمعنى ان انت عندك مثلا نسخه اف ام، عندك نسخه يو، عندك نسخه ايرو، عندك نسخ كتير قوي ام بي، نسخ كتير قوي تقدر تخليها شكل الايفون، تقدر تخليها شبيهه للايفون عن طريق السيم، بس مش شرط ان النسخه ذات نفسها تبقى شبه الايفون الى حد ما. يعني برضو فكره نسخه ام بي ان هي فعلا مصممه علشان تبقى نسخه شبيهه للايفون، علشان كده انا بقول لك الى حد ما ام بي واتساب هي مصممة ان هي تبقى واتساب للايفون، بس طبعا بيبقى فيها بعض المشاكل، مش كتير بس بيبقى فيها بعض المشاكل، وبرضو في ناس ما بتستريحش في الشكل بتاعها، شريط البحث اللي بيبقى في نص الشاشة الشكل ده كله في ناس ما بتستريحش فيه، علشان كده الافضل والاحلى واللي ما فيهاش اي مشاكل هي يو واتساب او اف ام واتساب. هبقى سايب لك رابط تحميل الاثنين في اول كومنت باذن الله، وهبقى سايب لك رابط تحميل الاثنين برضو في الوصف بتاع الفيديو. كل اللي انت هتعمله علشان تحملهم زي ما قلنا هتدوس على الوصف بتاع الفيديو اللي هو العنوان، هتلاقي العنوان بتاع الفيديو هتدوس عليه هيفتح لك الوصف، هتدوس على الرابط اللي موجود في الوصف اذا كان ام اذا كان يو او اذا كان اف ام، وهتخش تحمل النسخه اللي انت عايزها، وبعد ما تثبتها وبعد ما تكتب الرقم هتبدا تعمل معايا الخطوات اللي اعرفها لك دلوقتي علشان تخلي الشكل بتاعها قريب من شكل الايفون. لما تخلص معانا نكمل تصوير مع بعض. معانا وفتحت خلاص، هندوس على كلمة موافق دي، وبعد كده هندوس على إغلاق. النسخة فتحت معانا بالشكل اللي انت شايفه ده، عايزين نغير في الشكل بتاعها، هندوس على أول واحدة فوق خالص FM Moods. هتقولي ازاي دي نسخة يو ومكتوب FM Moods؟ هو المطور بتاع نسخة FM هو تبنى يو واتساب، وبقى هو اللي بيكمل فيها بسبب بعض المشاكل عند الشخص اللي كان بيعمل نسخة يو واتساب، ان هو طبعا بقى فيه شوية مشاكل وكده ومش هيقدر يكمل في الإصدارات بتاعته، FM واتساب أو فؤاد اتبنى الفكرة بتاعته وبقى هو اللي بيكمل الإصدارات بتاعته، عشان كده لما تيجي تخش على المودز هتلاقي مكتوب FM عادي ما فيهاش أي مشاكل. هي النسختين حلوين بصراحة. هنخش على أول حاجة على الحماية والخصوصية. خلينا نبص هنا على الحماية والخصوصية، عندك إخفاء الظهور، إخفاء آخر ظهور، وتجاوز المشاهدة لمرة واحدة. الميزة الجديدة اللي اتضافت في الواتساب ان حد يبعت لك صورة تقدر تتفرج عليها مرة واحدة بس، يعني واحد يبعت لك الصورة تتفرج عليها مرة واحدة بس، بعد كده ما تتفرجش عليها تاني، هي خلاص اتمسحت من عندك مش هتقدر تشوفها تاني، مش هتقدر تشوف اي حاجه تاني، الصوره دي خلاص اختفت. هنا في النسخه ديت بيقول لك تجاوز المشاهده لمره واحده، يمكنك مشاهده الصوره والفيديو لعدد غير محدود، يعني الواحد يبعت لك الصوره على اساس ان انت تشوفها مره واحده بس الصوره مش هتتمسح من عندك وهتفضل موجوده عندك. هي متفعله تلقائي، خلينا سايبينها زي ما هي. توقف الاشعارات المحوله، الرساله لما تيجي تبعت رساله من شخص لشخص فيقول لك ان الرساله دي محوله، بيشيل لك الكلمه بتاعت الرساله دي محوله علشان طبعا اما تبقى الظاهره يعني الرساله بتاعت الشخص التاني. وعندك هنا اخفاء مشاهده الستيتوس او الستوري، اخفاء مشاهده الحاله عموما، ومنع حذف الحاله كمان لو حد مسح الحاله بتاعته او الستوري بتاعه بيظهر لك ان هو لسه موجود حتى هو حذفه، بيختفي بعد 24 ساعه عادي طبيعي كانه ما حذفوش خالص. وعندك هنا منع حذف الرسائل، لو حد حذف رساله من الشات بتاعك الرساله بتفضل موجوده، دي طبعا حاجات قديمه. وعندك هنا اظهار صحين الزرق فقط بعد الرد، يعني حد يبعت لك رساله انت تخش تشوف الرساله دي هو ما يعرفش ان انت شفت الرساله دي، يعرف ان انت شفت الرساله دي بعد ما ترد عليها بس، يعني انت دخلت الشات اتفرجت على كل حاجه هو كاتبها لك من غير ما ترد عليها هو ما يعرفش اصلا ان انت دخلت الشات. ودي بقى يعني دي برضو مميزات حلوه جدا انا بستخدمها شخصيا في النسخه اللي فاتح عليها رقم الشخصي، ودي جميله جدا. عندك طبعا هنا جهات الاتصال، المجموعات، الرسائل الجماعيه، الرسائل الجماعيه ديت اللي هي البي سي، وعندك هنا الامان اللي هو القفل بتاع الهاتف والرقم السري والامان بتاع الواتساب ان انت تعمل باسورد للواتساب. ده من ناحيه الخصوصيه. من ناحيه السمات هنخش على السمات، هتلاقي تحميل سيم، لو دخلنا في تحميل سيم هنا هتلاقي مجموعه من السمات تقدر تحمل منهم السيم اللي انت عايزه، طبعا النت عندي هو اللي بعافيه شويه، تقدر تحمل منهم السيم اللي انت عايزه، فليكن مثلا السيم ده تقدر تحمله عادي من غير من غير اي مشاكل، تقدر تحمل اي سيم انت عايزه من هنا. وممكن برضه تيجي في البحث هنا وتكتب كلمه اي او اس وتلاقي السمات اللي بشكل الايفون زي ما انت ما شايف اهو، سمات بشكل الايفون بشكل الاي او اس، تقدر تحملها برضو وتقدر تطبقها عندك في الواتساب زي ما انت ما شايف كده. ده سيم برضو قريب شويه من شكل الايفون كان من الشاشه الرئيسيه من بره، بس ناقص بس البار السفلي اللي هو بيبقى تحت. طبعا دوت سيم تاني برضو بشكل الايفون، برضو ناقص الشات السفلي ان هو يبقى تحت اهو زي ما انت ما شايف كده.
وعندك هنا برضو نفس الكلام شكله قريب من الايفون، عندك هنا برضو نفس الكلام شكله قريب من الايفون، فهتلاقي برضو مجموعة سمات قريبة من الايفون في تحميل سمات. عندك تطبيق سيم من ملفها، بقى انا سايب لك السمات ديت في الوصف برضو مع كل نسخة منهم، بقى سايب لك السمات دي. عندك السمات اللي هي الابيض، وعندك السيم اللي هو الاسود، اختار السيم اللي انت عايزه اذا كان ابيض او اذا كان اسود وطبق السيم دوت، وهتلاقي برضو النتيجة في الاخر وهوريك برضو دلوقتي. خلينا نجرب مثلا السيم الابيض، هندوس عليه بالشكل ده، دوت الشكل بتاعه. هتقولي طبعا بس الشكل ده مش حلو، يعني مش شبه الايفون خالص. تسنى نخش نعمل برضو شوية تعديلات. خلينا ندوس هنا، بعد كده نخش على الكل. بعد الكل ديت هنختار الالوان، لو عايز تغير في اي حاجة من الالوان بتاعت الشاشة. عندك الستايل، عفوا عندي مشكلة غريبة قوي، ان انا قاعد عادي محدش بيكلمني، ما بيحصلش اي حاجة، صحتي زي الفل، كل حاجة زي الفل، اجي ابدأ تصوير الاقي الدنيا كلها بتكلمني، اللي بيرن، اللي بيتصل، اللي مش عارف ايه، بعطس، بعمل مش عارف ايه، مين بيرن عليا الباب، مش ففي حاجة غريبة، تحس ان القدر مش عايزنا نصور. المهم هتدوس على علامة التحميل اللي جنب وولد واتساب اي او اس. دوت بيعمل لك ايه؟ دوت بيعمل لك الايموجي بتاع الواتساب، بيخليه لك بشكل الاي او اس، الايموجي اللي هو زي الضحكة وزي الايموجي عموما، بيخليه لك بشكل الاي او اس، بشكل الايفون او الستايل القديم اللي هو كان شبيه للايفون جدا. عندك هنا تغيير نوع الخط، ممكن برضو نغير نوع الخط ونخليه ايفون ارابيك. هننزل تحت كده هنلاقي هنا ايفون ارابيك، اهو ايفون ارابيك مكتوب تحتها بتاع اشاره من احسنت اليه، اهو دوسنا عليها. خليني برضو اجيبها لك تاني وهي جنبها وهي عليها العلامه، اهي ايفون عربيك، تمام. وعندك برضو تغيير الايقونه لو عايز تغير الايقونه، وعندك برضو تغيير ايقونه الاشارات اللي بتجي لك في الرساله من فوق لو عايز برضو تغير الايقونه بتاعت الاشارات. نرجع تاني النسخ الاحتياطي والاعدادات ديت، يعني طبعا النسخ الاحتياطي دوت لو انت عايز تعمل نسخ احتياطي للبيانات او غيره، تقدر تعمل من النسخ الاحتياطي ده، دوس على كلمه مسح هنا على طول عشان يمسح البيانات الموجوده مؤقتا. خلينا نخش تاني على الاعدادات اللي تحت. عندك اللغه بتاعت التطبيق، ممكن تغير لغه الواتساب دوت وتخليه بدل العربي تخليه اي لغه تانية انت عايزها، تقدر تخلي التطبيق انجليش، تقدر تسيبه عربي، تقدر تعمله باي لغه انت عايزها. عندك هنا زياده حد تحويل الرساله، بدل ما تبعت رساله لمثلا 10 اشخاص، انت هنا ممكن تعمل رساله اعاده تحويل الرساله لاكثر من 200 شخص للاستخدام على مسؤولياتك، يمكن ان يؤدي الى الحظر. عفوا لا هنا برضو هو بيحذرك، لا يبقى كده الموضوع فعلا ممكن يؤدي الى الحظر، بس تقدر تبعت الرساله لاكثر من 250 شخص. خلينا نرجع تاني لرساله الصوره بوضوح عالي، خلينا نعليها بالشكل ده عشان تبقى اعلى جوده. ومشاركه صور بلا حدود، تقدر تبعت اكتر من 10 صور مره واحده، طبعا الموضوع ده ما بيبقاش متوفر في نسخ كتير ان انت تبعت اكتر من 10 صور في مره واحده. الشاشه الرئيسيه، البار العلوي، خلينا مع بعض واحده واحده. ستايل البار العلوي هنخليه اي او اس ستايل، فالشاشه تبقى تحت كده زي ما انت ما شايف. وطبعا الستايل بتاع القصص هنخليها دي اللي هي فيها اتنين زي ما انت ما شايف كده، علشان الشكل بتاع الستوري يبقى حلو، هوريك برضو في الاخر هيبقى عامل ازاي. عندك تفعيل الستوري سيبها زي ما هي، فصل المحادثات عن الجروبات، لو عايز المحادثات لوحدها والجروبات لوحدها تقدر تتحكم فيها من هنا. وضع اسمي بدل كلمة واتساب ممكن تحطها وممكن تشيلها، حتى الحالة اللي تحت الاسم ممكن برضو تحطها وممكن تشيلها. اظهار ايقونة الوضع الليلي، اظهار ايقونة وضع الطيران، علشان برضو لو انت حابب ان انت تظبط الحتت دي. خلينا نرجع تاني لورا خطوه واحده لورا. عندك هنا الاسطر، الزر العائم، الزر العائم دوت اللي هو بتخش منه على محادثات لو عايز تتكلم حد او عايز تعمل محادثه جديده. وعندك هنا الستوري، الستوري عندك هنا تقدر تفعل الميزه دي فتزود لك مده الستوري اللي بترفعه عندك اكتر من 5 دقائق، يعني انت لما بتيجي ترفع ستوري اخره 30 ثانيه، لما بتفعل الميزه دي بيبقى اكتر من 5 دقائق. خلينا نرجع تاني لورا مرتين كمان. ديت الشاشه الرئيسيه، دخلنا عليها ظبطنا كل الاعدادات اللي فيها، ما فيهاش اي حاجه تاني خلاص نعملها او نعدلها. نخش على الشاشه، شاشه المحادثه، نخش على البار العلوي في شاشه المحادثه. الشكل بتاع الايفون كلمه اونلاين ديت بتبقى في النص، ما بتبقاش متطرفه كده، فنخش على ستايل البار العلوي في شاشه المحادثه وهنختار تاني واحده في كلمه اونلاين تبقى في النص. نرجع تاني خطوه لورا، الفقاعات والصح، لو عايز تصغر الشات او تكبر الشات ممكن تكبره من هنا، وممكن تغير في الشكل بتاع الفقاعات اللي هو الشكل اللي بيتكتب جواه الرساله، وممكن تغير في شكل علامه الصح اللي انت عايزه. الصور هنا خليها كلها مقفوله، ما تفعلش فيها اي حاجه علشان بتبوظ المنظر العام. ستايل المنصه السفليه، هندوس على ستايل المنصه السفليه، هتلاقي حاجه اسمها اي او اس 14، هي موجوده تلقائي على اي او اس 11، خليها اي او اس 14 وهتدوس عليها كده فيظبط لك الشكل بتاع البار السفلي. خيارات اكتر، ممكن تخلي لو عايز مثلا تغير في الالوان او اي حاجه من كلمه خيارات اكتر. التاكيد قبل ارسال الملصق اللي هو الستيكرز، قبل ما تبعت الملصق او الستيكرز بيقول لك الاول عايز تبعته ولا لا، علشان ما تقعش مثلا في غلطه فتبعت ستيكرز غلط او اي حاجه لشخص انت مش عايز تبعته له. عندك هنا شكل جديد لوجه زر المرفقات، دوت شكل هوريه لكم دلوقتي لما نخش على المحادثه من جوه، وشكل جميل جدا.
كده احنا لحد دلوقتي خلصنا الشكل العام وخلصنا كل حاجه. خلينا نخش دلوقتي نتفرج على النسخه بعد ما ظبطنا السيم بتاعها. دوت الشكل بتاعها بعد ما ظبطنا السيم. خلينا نخش نكلم اي حد. هنكتب مثلا كده احمد خالد. نخش على الرقم بتاعي اهو. دوت الشات من جوه زي ما انت ما شايف اهوت الستوري او الايموجي بتاع الايفون زي ما انت ما شايف اهو. خلينا نرجع تاني نشوفه. اف ام مودز، بعد كده هنختار الكل، بعد كده ستايل البار العلوي، وبعد كده هنختار دي. احنا كنا ناسيين نفعله بس مش اكتر. نرجع تاني انت شفت الشكل في الاول كان عامل ازاي. بص بقى بعد ما بنحط الشكل ده بتتحول عامله ازاي. بص الشكل بتاع الايموجي بقى عامل ازاي. بص الشكل بتاع الايموجي، الشكل بتاع الايموجي بقى مميز جدا وبقى جميل جدا. خلينا طب نشوف زر المرفقات الجديد اللي انا قلت لك هوريه لك لما نخش على الشات. هندوس على علامه الزائد اللي هنا هتلاقي الشكل الجميل ده زي ما انت ما شايف. شكل جميل جدا، تقدر تخش منه على المعرض او غرفه او تبعت مستند او تبعت جهه اتصال او تبعت الموقع اللوكيشن او تبعت مقطع صوتي. الشكل جميل جدا والنسخه جميله جدا زي ما انت ما شايف اهو. عندك هنا برضو شويه مميزات جوه النسخه ذات نفسها زي ميزه تغيير الاصوات. تقدر تغير الصوت بتاع الريكورد بتاعك لان انسان آلي، طفل مراهق، عميق، سكران، سريع، تحت الماء، بطيء، عكسي، وفان واحد. طبعا الحاجات دي كلها تقدر تعملها وتسجل ريكورد بصوت مش بصوتك يعني الاصل. وبرضو عندك هنا خصوصيه لجهات الاتصال لوحدها. يعني عندك هنا الخصوصيه تقدر ان انت تغير الخصوصيه بتاعت شخص واحد بس. يعني مثلا الشخص دوت اللي هو احمد خالد ده، انا مثلا عايز ان انا اكتم الاشعارات بتاعته، عايز ان انا ما يبعتليش اي مكالمات، عايز ان انا اخفي الاسم بتاعه، عايز ان انا اعدل في الخصوصيه بتاعته زي اخفاء صحيحين الزرق، زي اخفاء علامه الصح الثانيه، اخفاء علامه الميكروفون، على اخفاء كتاب جاري الكتابه، اخفاء تسجيل الصوت، اخفاء مشاهده الستوري، ومنع حذف الرسائل. اقدر اظبط اي حاجه في الخصوصيه بتاعت الشات لوحده لو انا عايز مثلا اعمل الشات لوحده بس هو الخصوصيه بتاعته. خلينا نرجع تاني للواجهه الرئيسيه بتاعتنا. عندك هنا الستوري اهو، خلينا نقفل دي. نرجع تاني. طبعا الستوري عندك هنا من فوق زي ما انت ما شايف كده. بص الشكل لذيذ خالص. لو دوسنا على علامه التنزيل اللي هنا دي هيقول لك جاري التحميل، هيحمل لك الحاجه اللي انت حملتها. لو دوست على علامتين الصح دولت هيقول لك تمت المشاهده عشان انت عامل خيف اخفاء لمشاهده الستوري. فانت لما تدوس على الصحين اللي تحت دولت فانت تبين للشخص ده ان انت شفت الستوري بتاعه. دوت الشكل بتاع السيم الابيض. خلينا ننفذ نفس الشكل دوت بس بالسيم الاسود ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. دوت الشكل البلاك او الشكل الاسود زي ما انت ما شايف اهو. شكل لذيذ خالص برضو ومناسب. لو انت عايز الشكل الابيض هتلاقيه متوفر، الشكل الاسود هتلاقيه متوفر. الايموجي اهوت زي ما انت ما شايف. يعني النسخه جميله خالص، النسخه ما فيهاش اي مشاكل، كل حاجه لذيذه، كل حاجه 10 على 10. انا شايف ان لحد دلوقتي كده كل حاجة 10 على 10 زي ما لسه قايل من ثانيتين. لو انت الفيديو عجبك ولو الفيديو شايف ان هو استفدت منه تقدر تسيب لي لايك. دوت هيفيدني جدا ودوت هيدعمني جدا. اقدر التعب اللي انا بعمله في تصوير، مونتاج، رفع فيديو، غيره غيره غيره. فلو الفيديو عجبك ما تنساش طبعا تسيب لي لايك، وما تنساش طبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. واللايك اهم حاجة، والكومنتات برضو سيب لي كومنت كده جميل كده. واشوف اشوفكم بخير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.